عدنا مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني في رأي الحر لهذا اليوم. في الساعة الثانية سنتحدث عن فوز المغرب وترشحه وذهابه بعيدا إن شاء الله، حتى نجد المغرب لما لا في النصف النهائي. كل شيء وارد وممكن، ليس وارد، كل شيء ممكن. المغرب انتصر على إسبانيا في ركلات الجزاء. إسبانيا حملت الرقم في 2010، صحيح كان جيل ذهبي حينها، ولكن أيضا الآن الفريق الإسباني من أقوى الفرق في أوروبا. الفريق الإسباني بطولات أوروبية، الدوري الإسباني من أقوى الدوريات في العالم. المغرب تهزم إسبانيا وبركلات الترجيح في مقابلة فيها كثير من التشويق، كثير من التنافس، كثير من الحماس، كثير من شخصية اللاعب المغربي. أولا، كيف أتى هذا الانتصار؟ ثم ما بعد؟ مردودية مثل هذه الانتصارات الرياضية على الدول، يعني أحد السياسيين قال بأن رياضي، كان يتحدث عن رياضي في دولته، بأن ما قدمه هذا الرياضي هو أهم من كل الكادر الدبلوماسي، أهم من كل سفراء بلده في دول خارج، يعني دول أوروبية كان يتحدث أساسا. يعني أحيانا ما تقدمه الرياضة دعما للتنمية، دعما للاقتصاد، دعما لتسويق الصورة تلك الدولة، أهم بكثير وأكثر نجاعة من تقدمه بحثات الدبلوماسية حتى السياسة الخارجية. على كل شيء يكمل بعضه. أولا، التميز ليس غريبا عن المغرب على فكرة. يعني لو عدنا للتاريخ، المغرب كانت له يعني مساهمات مميزة للتسويق لصورة المغرب رياضيا، إن كان في الألعاب الأولمبية. المغرب له العديد من الميداليات الأولمبية، خاصة في ألعاب القوى والعدو أساسا. ثم كذلك المغرب كان له يعني حضور في مجال كرة القدم، في يعني في ملاعب كرة القدم في العالم، عبر العديد من لاعبيه الذين يحترفون اللعب في العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، في إسبانيا، في إيطاليا، في فرنسا، في إنجلترا أيضا. لكن موضوع آخر أيضا مهم، من ترشح أو من ذهب مع المنتخب المغربي في التصفيات قبل الذهاب إلى قطر في التصفيات؟ هو المدرب البوسني المعروف وحيد خليل زيتش، مدرب معروف ويعني له سمعة في القارة الإفريقية. ولكن قبل الذهاب إلى قطر، رأت الجامعة كرة القدم في المغرب أن تتخلى عن المدرب البوسني وحيد خليل زيتش وتسلم قيادة التدريب، تدريب المنتخب، لمدرب مغربي، وليد الركراكي. وليد حقق إنجازا صنع في المغرب، نستطيع أن نقول، لأن وليد هو مدرب مغربي وأيضا تجربته مغربية، وتميز مع في البطولة والدوري المغربي. ويعني وليد هو من أبناء الجالية المغربية في فرنسا، ولكن له إسهام في تميز الفرق المغربي. سنعود بك التفصيل حول العديد من المسائل التي تقال حول المنتخب المغربي، ولكن ما يهمنا ما بعد ذلك. معنا عبر سكايب، يعني نقول بلغة الكرة، الكابتن جعفر عطيفي، مدرب كرة القدم سابق ومحلل رياضي كما يقول أخواننا المشارقة. كابتن جعفر، أهلا بك ومبروك للمغرب. جعفر عطيفي سيد مدرب، أهلا بك، إن شاء الله تكون في الاستماع كابتن. فيك. شو؟ طيب، هو يعني تبقى معنا، الزملاء يحاولون يرتبون الاتصال بشكل أفضل. يعني سنتحدث مع الكابتن جعفر، عذروني، يعني الرأي الحر ليس فقط سياسة، لأن هذه المدة نتابع مجريات كأس العالم، كما قلنا الحدث الكروي في العالم الآن في قطر ليس فقط حدث رياضي، والكل يعلم بأن الرياضة لم تعد، يعني أو لم تعد هي من الأول منذ الألعاب الأولمبية في أثينا
الرياضة ليست رياضة فقط، ليست هي استعراض عضلات، وليست هي يعني مهارات وقدرات فيزيائية، لا، هي أشياء أخرى أيضا متصلة بالثقافة، بالمجتمع، بالاقتصاد، بالسياسة، بالقرار السيادي إلى خلافه. وقيل الكثير حول هذا الموضوع خاصة في العصر الحديث. الفيفا واحدة من أكبر المنظمات، حتى أقوى وأكبر وعدد أعضاء أكثر من الأمم المتحدة. نعود مع ضيفنا من المغرب، مدرب كرة قدم سابق ومحلل رياضي، جعفر عطيفي. سيد جعفر، أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. ونحن استعرنا من زملاء في التعليق الرياضي كابتن، فكابتن جعفر أهلا بك، تحياتي ليك ومبروك للمغرب وللشعب المغربي. حقيقة مبروك للشعب المغربي والمنتخب المغربي، وكذلك مبروك لجميع المنتخبات العربية، لأن كيبقى المنتخب الوطني المغربي هو يعني ممثل الكرة في مونديال قطر، المونديال 100%. فعلا هو يعني أنا أحييك على هذه التحية، لأنه أيضا تفاعلا معك، يعني لما فاز المنتخب المغربي كانت فرحة عربية عابرة للحدود، لم يبقى شعب عربي وحيد لم يفرح لهذا الفوز، يعني من نواكشوط إلى المنامة، يعني كل الشعوب العربية فرحت لهذا الفوز وهذا التأهل، أول فريق عربي يذهب إلى الربع النهائي، وقلت عابر للحدود وعابر للمشاكل والخلافات، المغرب هذا الانتصار وحد الجميع وهذا جميل. طيب دعنا نبدأ من كيف أتى هذا الانتصار. أنا ذكرت في المقدمة وحيد خليلوزيتش هو الذي ذهب بالفريق المغربي إلى المونديال، ثم أتى وليد الركراكي. لو نفصل، لأن المهمة جدا هذه التفصيل، لأن القيادة في حاجة إلى مهارة وإلى قرار في الوقت المناسب. لو تضعنا في السياق، لماذا ذهب وحيد ولماذا أتى وليد؟ يعني في الإجابة المهمة جدا فقط لم أستمع إليك منذ البداية، لو تعاود سيد جعفر. وحيد هاليلوفيتش لم يذهب من المنتخب المغربي بسبب النتائج، لأن النتائج دياله كانت نتائج طيبة وجيدة جدا، ولكن ما يحسب لوليد الركراكي هو أنه استطاع أن يبني على ما تركه وحيد من حيث المنظومة، من حيث روح الفريق، من حيث مجموعة من الأشياء، بل هو أصلح الأشياء التي كانت يفتقد إليها وحيد، وهي تتمثل في كون أن وحيد أخرج بعض اللاعبين من المنتخب بسبب يعني خلافات شخصية. وليد استطاع أن يعيد المنتخب الوطني تلك اللحمة بإدماجه للاعبين مهمين اللي هما الوزراوي وزياش، وكذلك استدعائه لحمد الله، وهذه أشياء تحسب لوليد وتحسب في قيادته الرزينة، بحيث أنه أصبح هو عضو من الفريق وليس عضو يسير الفريق، ليس قائد خارج الفريق، ولكن قائد يتقاسم مع المجموعة كل المتطلعات ديالها، كل يعني الطموحات ديالها، وهذا هو سبب أن المنتخب الوطني ظهر بهذا يعني إن شاء الله. الكابتن جعفر في الاستماع تفضل. لا أنا سألتك، أنا سألتك على هذا، سألتك في هذه الجزئية لأنها مهمة جدا، لأنه فيها إشارة إلى دور القائد، وأنا ممكن حتى درس من كرة القدم، من ملاعب كرة قدم إلى مناطق أخرى، إلى ملاعب أخرى، ملاعب القرار السياسي وخلافه. يعني عندما يكون القائد مع الناس وليس فوق الناس تأتي النتائج. وليد الركراكي كان مع المجموعة واستطاع أن يستثمر كل المقدرات بشكل جيد، يعني تجاوز الخلافات الشخصية مع زياش وخلافه، وهي الخلافات وقع فيها وحيد خليلوفيتش، لأنه دخل في خلافات شخصية أضرت بالجو العام داخل المؤتمر، داخل عفوا داخل المنتخب. أتى وليد الركراكي أصلح كما ذكرت، يعني ليس هنا يعني ذم في قدرات وحيد خليلوفيتش، الرجل له سمعة كبيرة جدا في أفريقيا وفي أوروبا أيضا، ودرب كبار الفرق في أوروبا حتى، ولكن وليد استطاع أن يفهم مزاج المغربي، مزاج اللاعب المغربي، ويوجد هذه اللحمة، ويكون أمس أين في الانتصار وليد وكأنه أحد اللاعبين، وبالتالي هناك انسجام وحضور ذهني، وهذه مسألة القائد، القائد عندما يؤدي دوره تأتي النتائج، وهذا هو الدرس. مسألة ثانية أيضا في حاجة أن نحكي فيها أيضا كابتن جعفر، في عودة مثلا
النخبة للاعبي النخبة في للفريق. حارس المرمى بطل المباراة ياسين بونو يلعب في إشبيلية، يعني زياش كمان في تشيلسي، أشرف حكيمي في يعني باريس سان جيرمان، يعني في كبرى الفرق الأوروبية، ولكن هم أغلبهم أو عدد كبير منهم حتى الركراكي لم ينشأوا في البيئة المغربية، تعلموا كرة القدم خارج المغرب، لعبوا في فرق خارج المغرب. أولا كيف استفادت منهم المغرب؟ يعني خلينا نقول حتى بلغة الكرة، المغرب أخذتهم زبدة واستطاعت أن تقولبها، وهذه نجحت الجامعة، لأن كل يحسب للجامعة المغربية. ثم لا، سؤال يطرح أيضا بعد إذنك، سؤال يطرح أيضا اللاعب المحلي. أنا أتحدث ليس كل لاعب المغرب خارج، لا، يعني نتحدث عن بعض الأسماء يعني الرموز، أو لا أقول نجوم، ولكن اللاعبين لهم تأثير مهم داخل الفريق. ثم يعني بونو حتى مولود أعتقد في كندا، يعني ويلعب في إشبيلية بعد. على كل، تفضل تفضل، إذا كان تدقق معي ما فيش مشكل، تفضل أستاذ الكابتن. المغرب فقد الاتصال من تما عاد باش مشى لأتلتيكو مدريد. بونو يعني نشأ في المغرب، أناحي نشأ في المغرب وتعلم كرة قدم في المغرب، ولكن ممارستهم في يعني للأسف فقد الاتصال، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني الفرق بين نشأ في المغرب وأين تعلم كرة القدم. هنا ما أقصده، يعني ليس أنا ولد وأين يعني تلقى تعليمه الابتدائي، أنا أتحدث أين تعلم كرة قدم، مبادئ كرة قدم. يعني أنا في حوضة حتى أمامي القائمة باللاعبين، يعني ياسين بونو يلعب في إشبيلية، ولكن أيضا أين كانت مرحلته الأولى في تعلم كرة القدم؟ يعني أغلب اللاعبين هم من خارج المغرب. على كل، إذا كان موجودة اتصالات نأخذ بعض اتصالات، أنا أعود فقط حتى نحافظ على التفاعل مع الجمهور. أنا نذكر بالأرقام الموجودة أمامكم، التفاعل على الواتس، وإن شاء الله يعني لا أتوقع أن موضوع المغرب وتأهل المغرب سيكون في خلافة وسبب وشتام مثل ما حصل في الجزء الأول، فهذا شيء جيد. طيب رجعنا للاتصال مع الكابتن جعفر عطيفي عبر الهاتف هذه المرة. كابتن جعفر، يعني نعود لهذه النقطة، اللاعب المغربي واللاعب المغربي خارج المغرب، تفضل. وأولا هي غير يعني لتصحيح المعلومة، تفضل، لتصحيح المعلومة، تنظن أن بونو بدأ ممارسة كرة القدم في المغرب، أناحي بدأ ممارسة كرة القدم في المغرب، ولكن هذا شيء يعني ليس بالأهمية مما كان. كون أن منتخب وطني، مدرب ناخب وطني عنده القدرة على أنه يدبر يعني يستثمر ما يمكن أن يعطيه لاعب مغربي بغض النظر على البطولة اللي كيشارك فيها، هذا هو اللي خصنا نركزوا عليه. لأن الآن كنعرفوا على أن العالم أصبح قرية صغيرة، وتنقل الأشخاص شيء يعني متداول، وبالتالي كل دول بما فيها الدول الأوروبية أو الدول الأمريكية اللاتينية فهي كتستثمر في لاعبين اللي كيمشيو كيلقاو ظروف أفضل، كيلقاو منافسات أقوى باش يطوروا الممارسة ديالهم، وكتستثمر هاد الإنجازات ديالهم الفردية في تكوين فرق اللي هي فرق قوية. البرازيل مجمل اللاعبين بالرغم من أنه نشأوا في البرازيل ولكن يذهبون في سن متقدمة للدول الأوروبية. الأرجنتين ميسي دابا والعمر ديالو لا يتجاوز يمكن واش 13 ولا 12 سنة، وهذا شيء يعني أنا تجيني عادي بحكم أن التنقل ديال الأشخاص أصبح ميسرا في إلى جميع الدول. ما يمكن أننا يعني نحتفظ به هو أن كون أن الشخص وخصوصا المواطنين العرب فكتربطهم بالدول ديالهم في البلدان ديالهم في الأوطان ديالهم واحد العلاقة اللي هي متينة، بالرغم من أنهم كيتغربوا واحد المدة معينة، فكيبقى الحب ديالهم والرغبة ديالهم على أنهم يعطيوا البلدان ديالهم أكثر ما يمكن، هذا هو الجانب الإيجابي. وكنظن على أن لاعبي المنتخب الوطني أبانوا على واحد الارتباط، واحد التواصل، واحد الاتصال بالمملكة المغربية،
الشيء اللي كيعبروا عليه في جميع التصريحات ديالهم اللي كيتكلموا على اسعاد الشعب المغربي، فهذا شيء ايجابي، وكره القدم كتبقى وسيله باش ان اي شعب او اي مواطن يوصل للشعوب الاخرى مدى يعني المكانه ديال الاوطان في الفكر ديال اي مواطن. مواطن هو يعني تفاعلا مع ما قلته سيد جعفر، يعني حتى الرسائل تصلنا عبر الواتساب تتحدث في نفس الاتجاه. حاج رضوان من ليبيا، وانا تحدثنا عن هذه الفرحه العربيه، حاج رضوان من ليبيا يقول: التعب والعرق ولا دار رجولي واللعب البطولي وتماسك خطوط ثلاث وحنكة المدرب الرقراقي وانضباط لاعبي، كل عمل تحتاج للقليل من الحظ حتى تعيد كتابة التاريخ. هل هناك حظ يوم أمس أم هي مجهود تكتيكي ذهني؟ هل هناك حديث عن الحظ في كرة القدم بهذا المعنى في هذا المستوى؟ ولا لم اسمع السؤال يعني بالكامل ديالو، ولكن يعني كلاما عن الحظ. نعم، الحظ هو الحظ من مكونات الممارسة ديال المنافسة، لأن الحظ مثلا هو أنك تلقى مجموعة من اللاعبين اللي يكونوا متكاملين بيناتهم، اللي يكونوا في الأوج ديال العطاء ديالهم في يوم المباريات أو في المدة ديال، هذه كلها مسائل الحظ. كذلك في المباريات هناك في كثير من الأحيان الحظ يساهم، ولكن الحظ هو مكمل للمجهود اللي كيقوموا به اللاعبين داخل الميدان. ما يمكنش تكلموا على حظ الفريق لم يكن المردود ديالو طيب، لم يكن الأداء ديالو جيد. وبالتالي الأمس الحظ ضربة ترجيحية يمكن تكلموا عليه، ولكن كتبقى الحنكة ديال بونو على أنه يكون الاختيار ديالو صائب بطبيعة الحال توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن أنه يختار المكان المناسب يكون في ديك الحالة من الاسترخاء والحالة من الثبات أثناء تأدية ضربة الجزاء، فهذه أشياء كترجع للأداء والاستعداد والثقة في النفس ديال اللاعب. وبالتالي يمكن الحظ ديال المنتخب الوطني هو أنه يتوفر الآن على مجموعة متكاملة، ولكن راه النتائج هي يمكن الحظ يساعدك في مباراة، يساعدك في شوط، ولكن ما يمكنش يساعدك في هو في حديث على الحظ. يعني أنت ذكرتني الآن بما قاله، يعني أحيانا عندما يعني نبحث عن أشياء للتخريجات، أكيد تتذكر معي هدف مارادونا ضد انجلترا عندما قال هي يد الله، عندما لمس كرة اليد الكرة بيده وسجل هدف كان حاسما في كأس العالم 1986. أنا فقط أريد أن أختم معك بمسألة مهمة جدا، القيمة السوقية للاعب المغربي والعربي. الآن بعد تأهل المغرب للدور الربع النهائي، قيمة هذا اللاعب ستكون أكبر في السوق، ونعرف أن السوق ونتحدث عن بشكل عام عن مليارات الدولارات. يعني الآن الصفقات أصبحت عندنا حديث عن صفقة 150 مليون دولار مثلا، شيء عادي في عالم كرة القدم. نتحدث عن مليارات الدولارات في سوق انتقال اللاعبين، بيع وشراء. أولا قيمة اللاعب المغربي، القيمة السوقية للاعب المغربي والعربي، ثم مردودية ذلك على المنشآت والبنية التحتية الرياضية في المغرب. لأني أنا أجهز في الحلقة يعني عرضت بعض الأرقام الحقيقة في حاجة للتحليل أكثر. يعني البنية التحتية في رياضة كرة القدم في المغرب ليست في مستوى النتائج، هذا ما تقوله أرقام رسمية على الأقل. تفضل كابتن. هو المغرب اليوم كيتوفر على بنية تحتية رياضية خصوصا في كرة القدم من أجود البنية التحتية. كانت كيتوفر المغرب على مركز محمد السادس اللي كيتعتبر بشهادة أوروبيين وأفارقة من أفضل المراكز ديال ممارسة كرة القدم في العالم. كيتوفر كذلك على مجموعة من الملاعب اللي كتجاوب مع المتطلبات ديال ممارسه كره القدم على اعلى مستوى. مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، مركب مولاي عبد الله في الرباط، مركب في مدينه فاس، مدينه طنجه، في مدينه اكادير. فكنظن على ان البنيات التحتيه لممارسه كره القدم في المغرب عرفت طفره يعني كبيره. كذلك تواجد مجموعه من الملاعب اللي كيمارسوا فيها الفرق ديال المستويات السفلى منذ قدوم المكتب الجامعي، وهذا يحسب له يعني كان هناك اجتهاد كبير وكانت مجهودات كبيرة في تحسين مستوى البنية التحتية.
هذا ما يمنعش على ان هناك مجالات اخرى للتطور لكي نطمح كذلك على ان المونديال العالمي يتنظم في بلد اخر. وكنعرفوا على ان المغرب اكثر من 5 مرات أو 6 مرات وتقدم بملف ترشيح لتنظيم كأس العالم. وكنظن على ان ما اظهرته قطر اليوم للعالم كيزيد من الطموح ديال الدول العربيه على انها طيب انا كابتن جعفر بعد اذنك يعني تبقى معنا لو سمحت تبقى معنا لان هناك اتصال من موريتانيا من الجاره موريتانيا. الناس في موريتانيا الشارع موريتانيا يبدو ايضا يشارككم الفرح مش يبدو يشارككم الفرح اكيد. معنا ابو رجاء من موريتانيا وتبقى معنا كابتن جعفر. ابو رجاء اهلا بك. مساء الخير. اهلا وسهلا مرحبا. يا هلا استاذ الصوت عندكم مش واضح كثير يعني فيه شو اشكاله في الصوت. والله صوتك واضح اهلا وسهلا بك. سامعني؟ سامعك اهلا يعني وسهلا. سامعني؟ سامعك مرحبا. ايوه كويس. مرحبتين ومبروك مبروك عليك ومبروك على كل العرب والمسلمين مبروك على المغاربه وعلى جلاله الملك وعلى الامه العربيه والاسلاميه. وهذا فوز قطعة كاس العالم. انا لا اقول انه فوز وأن لأول مرة في العربية في نادي المغرب النهائي لأن المغرب في سنة 86 كما تعرف دور 16. لكن الحين هذا الفوز لماذا لا تكون قطر أبو رجاء بعد الشيء يفعل من قبله. أبو رجاء للأسف الصوت يتقطع لم نستمع إليه ولكن لم يصل الصوت ولكن وصلت الأحاسيس الطيبة يعني وهذا المهم. الأحاسيس الطيبة وصلت للسيوديو وللمغرب وعبرت كل الحدود. الكابتن جعفر أكيد أيضا وصلته. معنا نور الدين من المغرب. شكرا لك أبو رجاء على الاتصال الطيب الكريم منك. نور الدين أهلا بك سيد نور الدين وألف مبروك للمغرب مرة ثانية. الله يبارك فيك خويا عاد النصر تنهدي وجميع الدول العربية والإخوان ديالنا في غزة وفلسطين وجميع الأمة الإسلامية وتنهديه لقناة الحوار وجميع العاملين في قناة الحوار. شكرا. ونقول لك واحد مسألة أخويا. تفضل. دابا أنت قلتي حسب لا بالعكس كرة القدم أعطتها بزاف امتيازات في المغرب. كرة القدم كاين البنيات على حساب بعض الرياضات لأن بالنسبة لكرة القدم هي الكرة الشعبية كثيرة في المغرب لأن بعض الرياضات يقولون لا نهتم بها على حساب كرة القدم. بالعكس أخويا كرة القدم معطينا جميع الأهمية. وبالنسبة للمغاربة أخويا هناك مواهب كثيرة. أنا أعطيك هذاك عطية الله دابا إن شاء الله أول مرة لي مشاركة عطية الله غادي يكون إن شاء الله من اللعابه الممتازين ان شاء الله. ما تخليش شي فرقه غادي يمشي لاوروبا ان شاء الله. هذاك عطيه الله تنبالي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فاتحه خير هذا على 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 الشعب المغربي هذا العبور الى للدور الربع النهائي. وللتذكير يعني ليست فقط كره القدم الجميع يتذكر نوال المتوكل وماذا فعلته في الالعاب الاولمبيه والميداليات الحصل ليس نوال بل العديد من العدائين المغاربة والميداليات الأولمبية. معنا أبو طيب هكذا أبو طيب من المغرب. السلام عليكم الأخ كريم. وعليكم السلام مرحبا ومبروك مرة أخرى. بالنسبة لفوز المغرب يعني هضرنا تكلمنا كثير. أنا عندي واحد ملاحظة واحد رسالة بغي نوصلها للسعودية الإخوة السعودية على يعني ديال التعاقد مع كريستيانو رونالدو. يا الإخوة السعودية قارنوا حكموا ما أحسن تأخذوا كريستيانو رونالدو بديانته وبتقاليده ولا نحترمه ولكن راح السعودية ما أحسن هذا أو مثلا لاعب مغربي كدياش باقي صغر في السن ولكن يحبب سجود الملاعب يقع لله تعالى ورأيناهم في مباراة إسبانيا وأعتقد جازما بأن هذا يتفق صغر السعوديين. ولو قارنا زياج مع كريستيانو رونالدو يعني مردوده في السعوديه او حبه الشعب السعودي. انا ابو طيب عذرا لانه يعني صوتك يصل يعني متقطع نوعا ما ولكن وصلت الفكره يعني رونالدو في السعوديه على كل هذا الخبر ليس مؤكد 100% على كل
ولكن يعني البطولات الكبرى في العالم مفتوحة لكل اللاعبين في السعودية وخارج السعودية. معنا أيضا قبل ذلك يعني قبل أن نذهب للاتصال الكابتن جعفر مازال معنا. طيب فصل الكابتن. طيب نأخذ اتصال من المغرب. طيب نأخذ كابتن جعفر في مداخلة أخيرة حتى لا نقطع ما. كابتن جعفر يعني سمعت المتدخل الأخير عندما يتحدث عن رونالدو وزياش يعني ويتحدث عن قيمة اللاعب المغربي يعني في قادم نتحدث عن قادم السنوات قادم الأيام يعني الموسم قريب الآن، القيمة السوقية للاعب المغربي أكيد قفزت بشكل كبير. صحيح، هو كأس العالم تنظن على أنه هو ديك يعني البوابة اللي ممكن أي لاعب يطمح من أنه ينمي القيمة السوقية نتاعه، هذا مسألة طبيعية. وكنظن على أن مجموعة من اللاعبين كاين عليهم الكلام بحال مرابط بحال أملاح بحال أناحي بحال عطية الله، وهذا شيء إيجابي. كنظن على أن كل من نجح لاعب عبر بوابة المنتخب الوطني فهذا كيبعث رسالات أو رسائل المجموعة من اللاعبين باش أنهم يزيدوا يجتهدوا أنهم يطوروا الإمكانيات ديالهم حتى يتأتى لهم اللاعب في البطولات الكبرى وفي النوادي الكبيرة. هذا تنظن أن سنة ممارسة كرة القدم هي هذه، كل لاعب يطمح إلى تطوير الإمكانيات دياله كي يذهب إلى مستويات أكبر، وهذا الذهاب إلى بطولات ذات مستوى عالي ما يمكنش إلا يرجع بالنفع على المادي ولا الرياضي على المنتخبات الوطنية. وكنظن على أن كما قلتي مجموعة من اللاعبين والقيمة السوقية ديالهم غتجعل مجموعة من النوادي أنها تهافت عليهم لأنهم أبانوا على مستوى تقني جيد، على تأقلم مع المباريات، قارعوا فرق اللي هي قوية، لأن المنتخب الوطني خرج من المجموعة الوحيدة للفريقين اللي دازوا منها تأهلوا لربع النهائي، المغرب وكرواتيا. جميع المجموعات الفريق اللي كان هو في الأول في المرتبة الأولى هو اللي مر لربع النهائي إلا مجموعة المغرب، وهذا كيبين على أن المجموعة اللي كان فيها المنتخب الوطني كانت مجموعة صعبة ومجموعة قوية، وهذا ما يمكن إلا يزيد قيمة لهذا التأهل والأداء ديال المنتخب الوطني، وهذا غير كابتن جعفر يعني لذلك نحن اعتبرنا يعني أنه هذا التأهل وهذا الانتصار سيكون محطة فارقة ليس في المغرب للمغرب فقط، أيضا حتى للكرة العربية. وما يعني ذلك أنت أشرت تحدثت عن الارتفاع القيمة السوقية للعب المغربي، هذا مهم جدا أيضا أن تصبح المغرب وجهة للفرق الكبرى للانتداب وأيضا حتى للاستفادة من المنشآت والتي في حاجة للتطوير. هناك منشآت كما ذكرت، ولكن هناك منشآت أيضا في حاجة للتطوير ومزيد من المنشآت، وهذا يستفيد به الاستثمار ويستفيد منها البيئة الحاضنة لهذه المنشآت، المدن وأيضا المنشآت الخدمية والسياحية كلها دورة اقتصادية. نحن نتحدث عن دورة بمليارات الدولارات. تفضل باختصار. كلما زادت قيمة المنتوج، كلما زادت قيمة منتوجك فكيكون عليك الطلب، وكل ما كان عليك الطلب إلا غتطور وسائل الإنتاج. ملاحظة مهمة فعلا، كلما كان المنتوج نوعي اللي كتطلع القيمة ديال اللاعبين صحيح طبيعة الحال هذا كيعود بالنفع على المجموعة العامة. وكنظن على أن البطولة الوطنية الحمد لله أعطتنا أكثر من لاعب اللي الآن كيتواجدوا مع المنتخب الوطني، داري، بنون، عطية الله اللي أبانوا على مستوى مهم جدا هذه الملاحظة الأخيرة منك كابتن جعفر عطيفي مدرب كرة قدم سابق ومحلل رياضي، كنت معنا عبر سكايب والهاتف أيضا. شكرا لك كابتن جعفر وألف مبروك مرة ثانية لك وللمغرب ولكل الرياضي في المغرب وأنت مدرب كرة قدم. نذهب إلى زياد من المغرب أم يوسف؟ يوسف من المغرب، أهلا بك يوسف. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أولا مبروك للمنتخب المغربي ومبروك للأفارقة ومبروك للأمة العربية ومبروك للأمة الإسلامية هذا الانتصار العظيم للمنتخب المغربي. أما فيما يخص ربع القنوات الأمريكية تتعجب أول مرة تقول اتفق إسرائيل والفلسطينيين على موقف واحد وهو الحكم للمغرب، فخرج الإسرائيليون
والفلسطينيين في الشوارع يحلموا يرفعون الراية المغربية. إسرائيل والفلسطينيين اتفقوا أول مرة. سيد يوسف للأسف لم أستمع إليك بشكل جيد، ولكن يعني التقطت إسرائيل وفلسطين، يعني كان هناك تضامن كبير جدا، يعني الشارع الفلسطيني احتفل احتفال كبير جدا بهذا الانتصار المغربي. على كل معنى الحقيقة لم أستمع إلى مداخلتك بشكل جيد، آسف سيد يوسف. سيد زياد من المغرب، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. لما المنتخب المغربي في الرياضة في سنة 1970 أول بلد إفريقي يشارك في بطولة كأس العالم، 1986 أول بلد إفريقي عربي ينتقل إلى الدور الثاني، 2022 أول بلد عربي ينتقل إلى الربع، ونتمنى أن يكون المنتخب المغربي أول بلد عربي إفريقي ينتقل إلى النصف عند مقابلة منتخب البرتغال، ونتمنى ذلك من أعماق قلبنا، وعاش المغرب. طيب أنت ذكرت التاريخ، وعام 86 خسر أمام البرتغال المغرب. لا، ربح البرتغال في 1986. أي الانسحاب أمام البرتغال حصل. ربح انتصر على البرتغال في 1986 وانتقل إلى الدور الثاني، أول بلد عربي إفريقي ينتقل إلى الدور الثاني. طيب الكل يعني من تابع حينها ذلك الجيل العظيم لعزيز بودربالة وغيره من اللاعبين الكبار. نعم، العديد من اللاعبين الكبار حقيقة. على كل المغرب بإنجازاته الرياضية هذا لا ننكره، وهذا شيء يحسب للمغرب حقيقة في المجال كرة قدم وخلاف حتى في الرياضات الفردية. هنا الشارع العربي تفاعل بشكل كبير جدا مع هذا الانتصار للمغرب أمام إسبانيا، أو ليس أمام أي فريق، أمام إسبانيا، وهو انتصار له دلالات. ثم أيضا هو عبارة على إن صح التعبير، يعني وأنا لا أتطفل على الزملاء في التعليق الرياضي، ولكن هذا الديربي متوسطي المغرب وإسبانيا. معنا محمد من المغرب. محمد، هل هو الديربي متوسطي فعلا المغرب إسبانيا؟ هل محمد معنا؟ ألو. أهلا سيد محمد، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة والأخ العزيز وعلى طاقم الحرة كلها. مرحبا. الله نشكركم على هذه العواطف اللي أثرت فينا بزاف كمغاربة، كعرب، كأمازيغيين، كمسلمين، وفخر الأمة العربية الإسلامية كلها، ماشي غير المغرب فقط. والحمد لله كانوا اللي تيقولوا أنه، وطبعا الأفارقة نحن أفارقة كذلك، كانوا بعض الإخوان تيقولوا صدفة والحظ، صدفة والحظ كتجي في مقابلة واحدة، ما كتجيش في ربعة ديال المقابلات. هذه كرة القدم كنعرفوها من زمان بهذا الشكل، هذا كيكونوا فيها صدفة كيكون فيها دقة حظ، ما كتجيش الصدفة والحظ في ربعة ديال المقابلات. إذا هذا شغل وعمل واستثمار. واحد الأخ من المغرب قال على حسب بعض الرياضات، لا، ما عنديش معلومات، الرياضات كلها موجودة عندنا في المغرب ومستثمرين فيها بكثرة، وكان عندنا فرح كبير البارح الأكبر هو نزول صاحب الجلالة الله ينصره الشارع مع الشعب ديالو. شكرا لك. شكرا لقناة الحرية. مرحبا. شكرا لك محمد، كنت معنا من المغرب. أنا على ذكر الحظ، حسن من هولندا يقول الحظ هو تعبير يمكن أن يرافق البعض فيجعلهم معتمدين على قلة الحماس ويعيقهم عن السعي نحو الأفضل، وأعتقد أن العمل هو الثمن الذي دفعه الفريق المغربي لانتصاره على إسبانيا. هكذا علق حسن، تعليق مهم، يعني مهم وعميق حقيقة. الحظ يعني لا معنى له أمام العمل، العمل هو الذي
صنع الفارق الركراكي والعمل مع المجموعة والانسجام والعمل الذهني والنفسي كان له دور كبير جدا. معنا من المغرب هذه المرة عبد القادر. أهلا بك عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا بك، تفضل. بغيت غير نعلق على ذاك العنوان اللي كان الأول اللي كنتو دايرين، أو حظ ولا إن الحظ راه ما عمرو كيكون الحظ، الحظ خصو يكون معاه العمل. الحظ كيكون ولكن خصو العمل، إلا ما كانش العمل راه ما كان والو. الحظ في كرة القدم كيكون ديك 30% أو 40%، ولكن إلا ما كانش العمل راه ما كان والو. إلا جينا نقولوا غير الحظ راه خصك تبقى تنتظر الحظ، تبقى تمشي تهز الفروق، تهز زي اللعاب وتديه وتقول تقولها معايا الحظ. ما لا 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 ما كنظنش خص العمل. يعني الحظ مع العمل عبد القادر، العمل هو الأساس. هاي العمل هو الأساس. الحظ الحظ أنا كون كان الحظ أنا ما كنظنش باللي بونو غادي يشد كاع دوك ضربات الجزاء كل هذه. أكيد أكيد يعني غادي يمشي يجي معاك في ضربة جزاء وحدة، لا لا أكيد ضربة جزاء كلها ما الحضور الذهني الحضور الذهني لبونو، وما شاء الله يعني الحضور الجسدي طول القامة والاستعداد وال يعني هذا كل هو جزء من هذا النجاح. الحظ كما قال كابتن جعفر يعني جزء من اللعب، الحظ في آخر أمر. على كل هنيئا للمغرب مرة ثانية، ونحن نقولنا محطة فارقة. هنيئا لنا كعرب وشكرا، هنيئا لجميع الدول العربية. شكرا لك عبد القادر. معنا سعيدة من إيطاليا والنساء وكرة القدم. سعيدة مرحبا بك، وكيف تفاعلت مع هذا الانتصار المغربي؟ أنا فرحانة بزاف بزاف، وحان الوقت للكاس يبقى في الدول العربية إن شاء الله يا رب. حان الوقت. نعم حان الوقت، حان الوقت يبقى الكاس عندنا. يبقى الكاس عندنا عندنا ان شاء الله، لما لا يبقى في المغرب وتونس والجزائر والدول العربية كاملة. حان الوقت. طيب انا قبل ذلك، ممكن حان الوقت ان ينظم الدول مثل تونس والجزائر والمغرب ينظموا مع بعض كاس عالمية مشتركة، لما لا؟ ان شاء الله ان شاء الله، وعلاش لا، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن ان شاء الله. سعيد انت مغربية؟ أنا مغربية. أكيد أكيد تابعتي كيف احتفلوا وفرحوا الأخوة الجزائريين بهذا الانتصار. وفعلا وفعلا صراحة كل شيء فرح لهذا المغاربة، كل شيء فرح. كاين الناس اللي من هنايا، كاينين من الجزائر، من تونس، من تمنى سميتو ديك البلاد فرام. كل العرب فرحوا، تونس، ليبيا، مصر، فلسطين، أردن، كل دول الخليج، سعودية، وكأن هذا الانتصار وانتصار لكل دول العربية. على كل ولما لا، سيأتي يوم يبقى هذا الكأس، يبقى كأس عربية. كما قلنا كرة القدم والرياضة عموما ليس فقط يعني رياضة. شكرا شكرا للاتصال. خرجنا هنا في الليل، يعني خارجين معنا الناس كلهم، افريقان، كلشي كاع الناس العرب خرجوا معنا البارح، فرحانين معنا. شكرا، واضحه الفرحه في صوتك سعيده. شكرا لك وشكرا لاتصالك. معنا ايضا اتصال من ايطاليا ايضا. واسي فاسي فاسي نعم و و و وافي. اهلا اهلا سيد وافي، بعد انا عذرا على نطقي للاسم. اهلا سيد وافي، مرحبا بك من ايطاليا. نعم مرحبا. نعم انا اريد ان اشكر جميع الدول العربيه التي تقاسمت معنا الفرحه، ومن خلال قناتكم اريد ان اشكر جميع العرب الذين تقاسمون معنا هذه الفرحه، وشكرا. شكرا، وانا ايضا اشكرك على هذه الروح الطيبه، انك تشكر الناس الذين تقاسموا معكم هذه الفرحه. يعني بين الحين والاخر ان يفتح قوس للفرحه، هذا شيء جيد. يعني مهما كانت التعبيرات، نحن الان لسنا في حاجه ممكن احيانا
أن نقعد كل شيء ويصبح له يعني يعني نعقده أحيانا يعني تصبح له قواعد يعني وذلك فرحة شعبية كرة قدم الناس ابتهجت وفرحت عادي، ولكن هذا لا يغفل بالنسبة للعقل المسؤول الواعي يعني لا هذه الفرحة يجب أن تكون لها يتم استثمارها في مجالات أخرى. جيد عندما نشاهد الفرحة في فلسطين، عندما نشاهد الفرحة في الجزائر، هذه رسائل. الفريق المغربي كان يحمل معه علم فلسطين، رسالة، هذه رسالة ذات أبعاد ثقافية وسياسية مهمة جدا. أن الشعب الجزائري، كل الشعب الجزائري فرح فرح كبير جدا، رسالة مهمة جدا. الفرح عبر الحروب للحدود وللخلافات، الخلافات بين الساسة وبين القيادات السياسية، لكن الشعوب لا غير معنية بهذه الخلافات وغير معنية حتى ببعض الخيارات. شعوب خياراتها واضحة ولا خلافات لها وقلوبها مع بعض. هذه الشعوب العربية في كل محطة تأتي إلا ما تؤكد ذلك، إن كان هذه محطة سياسية أم محطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية. أمة الله من الولايات المتحدة الأمريكية، أهلا بك يا أمة الله. أهلا وسهلا بك محمد خويا، كيفك؟ مرحبا، أهلا وسهلا. اسمحي لي نتكلم مغربية مش مشكل. تحب تحكي باللهجة المغربية؟ مش مشكل. هو مش مشكل، بس فقط احنا نريد ان تكون مسموعة ومفهومة لدى العديد من الاخوة العرب يعني فجهدك معنا يعني. انا متابع لكم جدا. مرحبا لخويا صالح وليك انت محمد ولي جامع زياد وجامع نتابعكم صراحة، ونسعد بمتابعتك. مرحبا يا مات الله، وكان شكركم جزيل الشكر ومبروك علينا ذاك الفرح كلنا كيشملنا. شكرا جزيلا. شكرا أختي أمة الله، يعني أنت قلت بلهجة مغربية ولكن من القلب إلى القلب وصلت الفرحة، وصلت التحية لكل الأخوة العرب، وكل العرب فهموك أمة الله. لست أدري هل معنا اتصال آخر أم نذهب إلى الرسائل. يعني كثير من الرسائل كلها تهنئ من المغرب، تهنئ الشعوب العربية والإسلامية كلها. يعني عبد الرحيم يتحدث عن تهنئة للشعوب العربية والإسلامية، يعني كل الرسائل تقريبا كما قلت تهنئ الشعب العربي والإسلامي يعني، وكلها رسائل من المغرب. معنا محمد من بلجيكا، أهل بك سيد محمد. بلجيكا أثارت الكثير من الجدل بعد الانتصار الأول والأحداث اعتبرت أحداث شغب من الجمهور المغربي، ولكن الانتصار على إسبانيا ممكن أغلق هذا القوس. تفضل محمد. السلام عليكم، أنا قناة الحوار. عليك السلام، مرحبا بك. شكرا الأستاذ من تونس العزيز، وتحية لصالح. وصلت، أهلا بك. الله يخليك. إن شاء الله مبروك للأمة الإسلامية ومبروك لهذا الفوز للعرب والمسلمين، وتحية لقطر. تفضل. وتحية فلسطين، ونهدي هذا الانتصار إلى إخواننا في غزة، وإن شاء الله تفتح الحدود مع الجزائر، وتحية لقناة الحوار. أنا يعني لا تعليق على التحية. شكرا لك محمد من بلجيكا، يعني واضحة يعني هذه لا تستحق لتعليق. لا حدود في الرياضة، لا حدود في مشاعر الناس، لا حدود. لا الجزائر، ما يعني محمد يتحدث عن غزة ويتحدث عن الجزائر، يعني الشعوب العربية والله يعني كثيرة هي المحطات الفارقة. فعلا فوز المغرب محطة فارقة، أنا أيضا محطة مهمة جدا لمعرفة مزاج وأحاسيس وشعوب العربية. الشعوب العربية لا حدود لها، الحدود هذه لا تستطيع أن تقسم الشعور العربي الواحد. نعود للرسائل قبل أن نذهب إلى فقرة مراسلو الجزائر. صلاح من أمريكا يتحدث عن الاحتفال فوز المغرب من موريتانيا إلى العراق، فيقول إن ما يدل على أن هذه الشعوب تحس بالانتماء واللحمة العربية وبالدم العربي يجري في عروقها. كذلك من السعودية، انتصارات المنتخب المغربي أصلحت
مع العرب ما أصلحت مع الفلسطينيين، ما أفسدته الدبلوماسية المغربية بخصوص التطبيع مع الصهاينة، هكذا قال هاشمي من السعودية. وكثير كل تقريبا في نفس الاتجاه بأن هذا انتصار. محمد من المغرب أيضا يوجه تحية ويقول بأن انتصار يهديه للشعب الفلسطيني. ويعني شاهدنا هذه اللقطات المعبرة لفرحة الأخوة المغاربة بهذا الانتصار. نذهب إلى فقرة مراسلو الرأي الحر. في فقرة مراسلو الرأي الحر يعني لن نبتعد عن أجواء المونديال القطري العربي والإنجاز المغربي. عبد العزيز من المغرب يقول بدون قمة عربية المغاربة وحدوا الجميع من المحيط للخليج في قطر 26 مغربيا، الحديث عن اللاعبين يعني، مع مدربهم أنجزوا الليلة ما أخفقت قمة عربية في إنجازه، نجحوا في توحيد مشاعرنا وأملنا، شكرا يا أسود الأطلس. جميلة تخرج فعلا، لا يمكن أن نقفز على هذه الحقيقة. حتى في افتتاح المونديال لا يمكن نقفز على حقيقة أن من حضروا المونديال لم يحضروا القمة العربية مثلا. على كل، زياد من المغرب أيضا في نفس الإطار، زياد يقول زياد لم يتسنى لي البارحة أن أبارك ل 430 مليون عربي، ها يتسنى لك الآن فوز المنتخب الوطني المغربي، وأشاركهم الفرحة العامرة والعرس الكروي، وأبعث لكل فرد منهم إكليلا من ورود الأخوة والمحبة والوحدة من المحيط إلى الخليج. وصل هذا الإكليل يا زياد. أبو بدر من المغرب أيضا يقول نتمنى للمنتخب المغربي المزيد من الفوز والتألق، ونحيي الشعب القطري وأميرها وحكومتها على يعني أمير قطر وحكومة قطر على ما تبذل من مجهودات لضيافة كل المشجعين، ونشكر الشعوب العربية على تشجيعاتها للأسود. هذه الوحدة العربية تبين العالم بأننا أمة التحدي والمحبة والرقي والعطاء، ونفتخر بعروبتنا. كلام جميل، كلام جميل من بدر، على الأقل يعني أقر بحقيقة أن قطر نجحت. يونس الموسى من الأردن، كانت قلوبنا متوقفة لمدة 120 دقيقة حتى عاد لها الأسود الأطلسي نبضها. ونختم مع الهاشمي من السعودية، هاشمي يقول شباب، هاشمي من السعودية، شباب مثل منتخب المغرب. طيب نقرأها أنا مباشرة، أتفاعل أنا مع الهاشمي. الهاشمي يقول مثل منتخب شباب مثل منتخب المغرب الحالي، هم بمجهودهم وما يملكونه من مستوى فني وحب وتفاني ووطني هم من يصنع تاريخ المدرب سواء وطني أو أجنبي وليس العكس. برافو، برافو لأسود المغرب. على كل، لا هذا لا يمكن يعني هاشمي، أنا سامحني لا أتوافق معك. الوليد الركراكي أنجز، وهو إنجاز مغربي محسوب للفريق وللمدرب ولكل المجموعة. على كل، مع الهاشمي مع هذه التفاعلات مع الإنجاز المغربي، هذا الانتصار المغربي، نذكركم برقم التفاعل مع مراسل الرأي الحر على الواتساب، هذا هو الرقم على الواتساب للتفاعل، ومع المنصات الأخرى مع فقرة مراسلو الرأي الحر مع الإنجاز المغربي. وأيضا هذا الانتصار يبعث الفرحة، ولكن أيضا كما ذكرنا يجب أن تكون فرحة فارقة لها ما بعد. على كل، المونديال مازال مستمر إن شاء الله، نلتقي ممكن للحديث عن المغرب في دور نصف النهائي، ولما لا كما قالت سعيدة يبقى الكاس عنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، شكرا زملاء في الأداء التنفيذي، نأتي لنهاية الحر لهذه الليلة، إلى اللقاء.